قضية الشيخ، إذا اغتسل الإنسان بنية الوضوء ولم يتوضأ فهل يجزئه عن الوضوء؟ إذا اغتسل بنية الوضوء ولم يتوضأ فإنه لا يجزئ عن الوضوء إلا إذا كان عن جنابه، فإن كان عن جنابه فلا بأس، الغسل يكفي عن الوضوء لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر وضوءا. أما إذا كان اغتسل للتبرد أو لغسل الجمعة أو لغسل مستحب فإنه لا يجزئه، لأن غسله ليس عن حدث. والقاعدة إذن إذا كان الغسل عن حدث أي عن جنابة أو امرأة عن حيض أجزى عن الوضوء، وإلا فإنه لا يجزئ.